الله يرضى عن القصه كلنا نذكرها. عمر رضي الله عنه قصه ابي كلاب رضي الله عنه، هذا الرجل الذي طعن في سن 90 سنه كف بصره. عايزين نرقق قلوب الناس في رمضان وفي غير رمضان، لان احنا لا نريد ان نتكبر. ما لك ابا كلاب؟ قال كلاب اوحشني امير المؤمنين. واين هو؟ ابنه يحارب. واين هو؟ قال مع سعد. قال عد يا ابا كلاب سوف في الحرب خير. في الحرب. ويرسل محمد بن ابي مسلمه فورا من المدينه الى فين؟ كان وزيره محمد بن ابي مسلمه، قال هو كبير اليوران، كان هو السكرتير الخاص له ما شاء الله. قال انزل كلاب فورا بامر سبحان الله. رقه عمر. اصل انت احيانا تقول ايه؟ في نوح شده وفي عمر بن الخطاب شده. لا، هذه القلوب الشديده في الحق اقرب القلوب رقه ورحمه. الله. يقول سيدنا نوح، يقول من ضمن المحاضر بس احنا بنتحاور مع فيلم، يقول رب انهم عصوني من رحمته. مش عايز يقول رب انهم عصوك. نعم. احسن يعني رب تنزل عليهم غضب. رب عصوني انا ايه قيمتي؟ عصوني انا بشر، خلاص عصوني انت بيهم بقى. لا لا لا. هذه الرحمه. لا لا لا. هذه الرحمه. فسيدنا عمر نزل على طول فورا كلاب ابن عبد الله، راح على امير المؤمنين. نعم يا امير المؤمنين. قال ما تصنع مع ابيك؟ اللي تعمله مع الله اكبر. اللي تعمله مع ابوك؟ قال انا اتي باغزر ناقه فيها لبن، يعني الضرع بتاعها، ثم اريحها وارسلها بالماء البارد، ثم احلب واسقي ابي، ثم ادخل الى زوجتي واولادي. قال انا اريد ان تصنع هذا. كلاب جاب الناقه فأراحها ولم يقل لابيه ما ولا ذهب. هو ذهب لامير المؤمنين الاول لان طاعت ولي الامر. طاعت ولي الامر جميل. لان هو جندي تحت السلاح، فلما يستدعى ده مش جاي زياره ولي الامر، جاي زياره بن جاي زياره القائد العام. هذا درس جميل. ما ذهب الى بيتي ثلاثه اربعه ايام ثم راح لعمر. هو جاي امر من امير المؤمنين وهو تحت السلاح وتحت في حال الطوارئ، يبقى الامر لازم يجي يشوف ولي الامر القائد عايز ايه. جيد. حلب وارسله الى والده، وكان رجلا كفيف البصر، فقال كيف حالك يا ابا كلاب؟ قال بخير يا امير المؤمنين. قال اشرب ابا كلاب. فاول ما اقترب الاناء من فمه اجهش الرجل في البكاء. الله اكبر. ماذا ابا كلاب؟ قال والله يا امير المؤمنين لولا ان تقول اني قد خرفت، اني اجد ريح يد كلاب في الاناء. قال هذا كلاب. فقام التزم فبكى وبكى عمر وبكى الحضر. قال يا بؤس عبد لحق اباه او امه احدهم او كلاهما ولم يدخلاه الجنه. وفي رواية خاب وخسر. الحديث حديث البخاري سبحان الله. فاذا هذا الكبر الذي نراه في الاولاد، هذا الكبر اللي نراه في البنات. البنت تطلع يقول لك ان كبر ابنك خويه. لا، شوف يكبر ابني على الكتاب والسنه، يكبر ابني على الطاعه، يكبر ابني على البر. بل من البر الا تسير امامهما، الا تجلس وهو واقف في ادب. انا رايح مع زملائي اليوم او زميلاتي، رايحه مع زميلاتي مش عارف فين. طب يا بنتي ما ينفعش، احنا رايحين نزور خالك. هي لا تستريح لا درس. خالها رجل ملتزم متدين، قاعد يقول لا في الكلام، وعمها قاعد يقول لا في الدين، وحجابك ايه الحجاب التعبان ده، فين اللبس الفضفاض، فمش عايز تروح معاه. لا ما فيش خروج. تعمل ايه؟ تدخل الغرفه تسمع انت ترزع الباب تكسر الباب. سبحان الله. تسمعها انت في المغرب العربي. سبحان الله. صحيح. هل هذا الجيل ينتظر رحمة من الله، أو ينتظر فضل، أو ينتظر خير؟ أنا أحذر الأولاد والبنات من مثلا، حتى وإن كان الأب والأم على خطأ. قال يا رسول الله وإن ظلماه؟ قال وإن ظلماه. صحيح. ربنا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به. أنا أريد ألا يبيت الأب والأم في حالة غضب على أولاد البنات، لأن هذا هو الأمل الوحيد الباقي. هذا العقوق. ما الكبر ده يولد إيه؟ يولد كل الموبقات. يعني على الجانب الاخر هنالك بعض الاباء يمارسون سلطاتهم على الابناء. بعض يعني الاباء وارد. يعقون ابناءهم. نعم. ايضا العقوق ايضا من الاب. قال عمر هذا التعبير. قال ولدي يعقني. قال تعالى لماذا تعق اباك؟ كله يروح امير المؤمنين يسال. خنيه باش وتزوج لي من وراء كذا. جاب له اسم سماه جعران. وتزوج اسوأ الاسماء ولم يعلمه القران. قال يا هذا عققت ولدك قبل ان يعقك. انت ليه ما احسنتش التسميه؟ ليه ما علمتوش القران؟ ليه لم تاتي له بام صالحه؟ هو سيدنا عمر استمع من الولد. لازم اولا. لازم انت لم يستمع من الاب فقط. هو اصل شوف في فرق بين الفتيا والقضاء.
لما افتيك انا انت تسالني سؤال اقول لك الاجابه كذا. نعم. لكن لما اقول لي اصل في مشكله بيني وبين استنى انتظر احكي حكايتك احكي يا بنتي سبحان الله كما صنع بسيدنا داود. هو يكون الاب كذب مثلا؟ لا والله شوف عليه كذب ان يكن كذبا فعليه كذب. يعني الان يعني ربما نستحق ان نقف لابنا مع ابيه مثلا. لا لا لا, لا يعني يجب ان نصلح ما بين من صح ذات البين يكون ازاي بين الكبير والصغير طبعا.